أستاذ جورج ماكين، مدير سات 7، مدير برامج سات 7. حضرتك لطيف، اهلا بيك وبالضيوف. انا سعيد ان بتكلم مع حضرتك، اهلا بيك. ومش عايز اقطع الاسئله والخط الفكري اللي انتم ماشيين فيه، بس كان عندي زي ملحوظتين كنت احب انه اسمع تعليق حضرتك وتعليق الضيوف عليهم. اتفضل. اول حاجه كنت بفكر في الجدل اللي اثرته الحلقه الاولى، والجدل اللي جه عموما اللي منتشر في الشارع كانت زي ما حضرتك وصفت. حاجه من الحاجات اللي بفكر فيها هي السرعه اللي بيطرح بيها الناس استنتاجات وتحليلات بالنسبه للناس اللي بتفكر، يعني او الاختلاف عموما. يعني تسمع مثلا انه اكيد الشخص ده هو بيفكر بيطرح الاسئله دي هي او بيحلل التحليل ده هو لانه على طول بننطلق لحاجات بعيده لانه ملح او مش عايزين الكتاب المقدس لانهم عايزين انحلال اخلاقي. انا حاسس انه ده نوع من القصد للاستنتاجات والاحكام المطبقه، يمكن بيرعب الناس اللي بتفكر، ويمكن بيخلينا كمان نبان اكننا في نوع من السلفيه اللي احنا بننقدها وبننتقدها لما بتحصل في الطرف الاخر. يعني احنا بنتعاطف جدا مع مفكرين ومع باحثين لما بيحاولوا يقدموا رؤيه اصلاحيه في الناحيه الاسلاميه، لكن عندنا الزوجيه كده في الشخصيه لما بنيجي نعمل نفس الفكر الاصلاحي او نحاول نفكر نفس التفكير من ناحيتنا احنا، افتكر ان الناس بتقصد بالاستنتاجات او بينسوا هم قد ايه متعاطفين مع باحث زي سامي الدحيري او غيره، لكن صعب قوي يتعاطفوا او يتفهموا انه ممكن يكون شخص مخلص فعلا بيسال الاسئله لانه عايز يفهم، عايز يعرف، وعايز يقدر غنى الكلمه من بس ياخدها على صفحها او على صفحتها. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا حاسس ان احنا كمان داخلين في جدل، يمكن يعني انا لو خدت على سبيل المثال على سبيل الجدل انه النص فعلا مو حديث بشكل حرفي، ودي فعلا الكلمات اللي لو قريتها انا فعلا بسمع الكلمات اللي قالها الله او حبيها الله بشكل مباشر للناس. احنا بننسى ان اللغه محدوده جدا، وانه مهما حاولنا نفهم احنا محدودين بمحدوديه اللغه، مش بس اللغات الاصليه لكن احنا حتى اللغه اللي ما بيننا. يعني انا لما بقول لحد انا بحبك، كلمة بحب اللي هي بتثير خيالات وافكار عندي انا مختلفة عن لطيف اكرام، مختلفة عن الاب ويليام. كل حد يعني كلمة بتثير مفاهيم معينة في الشخص الانساني وفي ذهن الانسان. احنا محدودين بمحدودية اللغة دي، والله اكبر بكثير من انه نحبه في كلمة او فكرة حتى لو كانت الكلمة المقدسة. بالمعنى ده انا اقدر ادري واقول ان الكلمه المقدسه كلمه محدوده لان انا بقارنها باللا محدود اللي هو الله. وعشان افهم وعشان افهم غناها وعشان افتح الكنز ده هو واتخطى المحدوديه بتاعتي، انا محتاج افهم قد ايه هو كان مرتبط بالحضاره والتاريخ وبالسياق وبدون الكلام ده هو اللي بيحاول يفكره بالشكل هو في وجهه نظري. ناس يمكن مخلصين وعايزين يوصلوا بمعنى اكثر وعايزين يتحرروا من تفاسير شخصيه او تفاسير زمنيه، وعايزين يكون ليهم فكرهم الخاص بيهم تعابط معاهم وعدم الادانه اكيد المطلوب. اوكي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.